السلام عليكم وأهلا بكم في قناتكم من جديد. سيلعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يوم غد مباراته في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز بريمير ليج على ملعبه الاتحاد أمام نادي تشيلسي، حيث تطمح كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا لتحقيق الانتصار في هذه المباراة ومواصلة اللعب على صدارة الدوري الإنجليزي بريمير ليج. وستنطلق مباراة الغد بين مانشستر سيتي وتشيلسي على الساعة 5:30 مساء توقيت الجزائر، وستكون المباراة منقولة على قنوات بيان سبورت وار ام سي سبورت بالإضافة إلى قناة كانال بليس فرنسا في القمر أزرق. أما بخصوص التشكيلة فسيغيب عن مانشستر سيتي يوم غد اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا بعدما أعلن الاتحاد الإنجليزي عن إيقافه لمباراة واحدة فقط بعد قضية مندي. وكشفت صحيفة ذاسن البريطانية عن تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة لمباراة الغد، حيث توقعت الصحيفة مشاركة النجم الجزائري رياض محرز وبشكل أساسي. وإليكم تشكيلة السيتي المتوقعة ضد تشيلسي: إيدرسون وستونز وبرناردينو ومندي والكر رودري دي بروين سيلفا ستيرلينغ محرز وأغويرو. نحن بانتظار تعليقاتكم حول مشاركة محرز هذه المرة وبشكل أساسي. هل تتوقعون بأن يبلي محرز بلاء حسنا في هذه المباراة يفرض على غوارديولا أن يشركه دائما بشكل أساسي؟ نحن بانتظار تعليقاتكم. لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.